قال احمد بن المقدام كنا في مجلس يزيد بن زريع فقال من اتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقربني. وكان عبد الوارث ينسب الى الاعتزال بدعة الاعتزال السيئة، وجعفر ينسب الى الرفض الذين طلوا برؤوسهم في زماننا هذا يريدون ان يجعلوا بقية العالم الاسلامي من الروافض. خسئوا وخسئ مذهبهم. نحب آل البيت ونحب آل نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونقدمه على الصحابة أجمعين، ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا نخاف في الله لومة لائم، ونعلن عن عقيدتنا ونفسد عقيدة من يكون بغير هذا من كان ومهما كان حاله، لا سيما هؤلاء الروافض الذين قلوا بقرنهم في إيران الشيعة وفي جنوب لبنان وفي بعض البلاد. تسمع أحدهم يسب أبا بكر ويسب عمر جهارا نهارا، نعوذ بالله من الضلال. وقد بدأ هذا يتسرب إلى بعض أولادنا في بعض المساجد، يتكلمون على أبي بكر وعمر كلاما بذرة كلام النفاق، بذرة كلام الروافض، نعوذ بالله من الخذلان.